فيما يخص التحضير لموسم الاصطياف، تحصي ولاية الجزائر 61 شاطئ مسموح للسباحة بعدما كانت السنة الماضية في حدود 58 شاطئ، كما تبلغ الحظيرة الفندقية لولاية الجزائر 223 مؤسسة فندقية بقدرة استيعاب تبلغ حوالي 14500 غرفة وأكثر من 25000 سرير، حيث دخلت 4 مؤسسات فندقية جديدة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، على أن تدخل 4 فنادق جديدة أخرى مرحلة الاستغلال خلال موسم الاصطياف. وفي الجانب التحضيري والتنظيمي، قامت اللجنة الولائية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف لسنة 2023 بعدة خرجات ميدانية مكنت من معالجة عديد الاختلالات المسجلة في الشواطئ كتهيئة المداخل ومواقف السيارات، الإنارة العمومية، وكذا تنصيب المقصورات يعني لكابين لتأمين تواجد المصالح الأمنية والحماية المدنية ومتصرف في الشواطئ ضمانا لأمن وراحة المصطافين. كما تم اقتناء 30 وحدة تجهيزات الخاصة بذوي الهمم ستنصب عبر 5 شواطئ مع توفير ممرات خاصة بهم لتمكينهم من الاستمتاع بالسباحة.